الخير عليكم خوتي المغاربه، جمعه مباركه. الله يرحم جميع الاموات ديالنا ويدخلهم فسيح جناته. اليوم الجمعه 26 اكتوبر، في اطار واحد الورش حول الوطنيه والمواطنه كان عندي واحد اللقاء مع واحد مجموعه الاطفال بين 10 سنين و 13 عام. باش ما ندخلش في التفاصيل ديال هادشي اللي طرا، باش ما نعاود نجبد كلشي المعطيات اللي كاينه وهادشي اللي كنشوفوه هذه شهور، عندي واحد النداء الى قسم التواصل في القصر الملكي، قسم الصور في القصر الملكي، الناس اللي مكلفين بتسويق صورة صاحب الجلالة في الإعلام ولدى الشعب وحتى في الإعلام الدولي، الله يخليكم إلى محطو الاستقالة ديالكم. عرفتكم شنو غتقدروا تجاوبوا؟ بعض الأجوبة محرجة، شغلكم هذاك، غير حطوا الاستقالة، لأنه راكم كتضروا الملكية بزاف بزاف بزاف. خليو ناس اخرين، خليو حريفيه، خليو ناس اللي يدخلوا يديروا واحد الخدمه جليله للوطن. حنا ما كنخدموش غير الملكيه، لان ملي كتقول الملكيه كتقول الوطن وكتقول استقرار البلاد. بهاد عدم الاحترافيه ديالكم راكم كتخرجوا علينا. هذا من واحد الجانب كنت بغيت نوصل هذه الرساله، واليوم هذيك هي النقطه اللي فيضت لي الكاس. من جانب اخر عاوتاني ما كنفهمش، ما بغاش يتفهموا لي هاد المسؤولين هادو ديالنا اللي خربقوا لي القيم ديالي، خربقوا لي كل شيء، ما بقيت فاهم والو، حتى حاجه ما بقيت فاهمها. كتعرفوا بان الشكايه اللي كنت حطيت مؤخرا ضد هذاك خينا محمد علوين اللي كيقول لك اللي كيسب صاحب الجلاله واللي قال لك النهار يدخل المغرب يدفل عليه وبزاف الحوايج، حطيت شكايه عند السيد الوكيل الملك. السيد الوكيل الملك دار الاوامر ديالو باش يتصنتوا ليا، بقيت على واحد ساعتين عند البوليس كنشرح ليهم كيفاش شنو الحيتيات وهذا، كلشي داز مزيان. كنتفاجئ اليوم الصباح مشيت للمحكمه باش نشوف المآل ديال هذا الملف هذا. الو كتعرفوا بانه هاد السي علوين ما استدعوش كاع البوليس، ما تصنتوش ليه، والاوامر كانت باش يتصنتوا ليا انايا اللي حاط الشكايه به وهو ما تصنتوش ليه. هذه وحده، حتى واحد ما دوى معاه، السيد عايش في نعيم وبخير وعلى خير. الو اليوم ولا اللي كنلاحظوا وهو الحيط القصير اللي عندنا هو صاحب الجلاله، نمسحوا فيه رجلينا، نسبوه، نشتموه، راكم كتشوفوا الفيديوهات على الجد في الانترنت. ومني كنديروا واحد التدوينه صغيره، شي واحد دار شي تدوينه صغيره بحال هذاك ديال تطوان ولا المهداوي ولا غيره، الحبس. دابا ما عرفتش شكون هو رموز الدوله وتوابت الدوله، هي الملكيه، كنجفوا بها رجلينا. الحيط القصير ما عنديش مشكل، كيمكن لك تسب صاحب الجلاله في فيديوهات، تجفف به وتنتقدوا بواحد الطريقه فيها السب والقذف، ما غيديو معك حتى واحد. دير تدوينه صغيره غتدخل الحبس، ولا غادي يتابعوك في المحكمه، صورك شي واحد التشهير وعاوتاني المحكمه. دونك اليوم ما فهمتش انا كيفاش ملي كنهددوا الملكيه، الله يهديكم المسؤولين، ملي كنهددوا الملكيه راه كنهددوا البلاد كلها. واش كاين شي مشكل؟ واش بغيتوا تهناو من الملكيه؟ راه ما بغاش تدخل لي هذا الشيء لراسي انايا، راه ما فهمتش. ملي مشيت للمحكمه كنسول واه من نهار 19 واليوم 26 الملف قيد الدراسه، اشنو غدرسوا فيه؟ خذوا التسجيلات، البوليس راه داروا الخدمه ديالهم، اشنو السيد الوكيل الملك شنو من دراسه غديروا في هذا الملف هذا؟ الملف السيد سب صاحب الجلاله، السيد هدد الملكيه، السيد ما خلى ما دار، الفيديوهات باقيين الى يومنا هذا، دونك باقي المفعول ديالهم دابا شايفينو الملايين الناس ما كتحركوش. حنا ما كنديروش دابا غير علوين، علوين كارثه. كنشوفوا كاين فيديوهات اخرين، ما كنقولوش شدوا الناس كلهم في الحبس، ولكن توابت الدوله، مقدسات الدوله، استقرار الدوله راه اهم من هادشي كامل. راه ما بغاش يتفهم ليا انا كنقول لكم ما بقيتش فاهم بلادي شنو بغات، شنو بغات دير. اللي بغى يقول انا غير ملي درت الفيديو ذاك النهار على الملكيه، عدد من لي ميساج اللي جاوني، المكالمات، الناس بغى يجتمع، كل واحد بغى يقول، كل واحد خلي القاص دبر راسه، ولكن ما كتفهموش بانه راه ملي كنقيسوا الملكيه راه حنا كنقيسوا الدوله، كنقيسوا استقرار الدوله. الله يهديكم. ودابا المسؤولين ملي كتشوف دابا غير هاد القضيه تعليم، انا ما نطلقش منه وما نطلقش منه، واللي بغى يتضامن معايا يتضامن، راه كاينين واحد العدد ديال الاشخاص بغاو يتضامنوا، كاين الصحافه مخلوعه ما عرفاتش، ومنين ذكروا الصحافه عاوتاني راه الدوله العميقه ارتكبت واحد الخطا فادح. وهنا كنبغي الرساله ديالي اللي كنت وجهت لواحد المسؤول سامي في الدوله في 2010 لما كان هذا التوجه ديال واحد الصحافه غنقولوا شعبويه، انا ما كنعممش، ولكن واحد الصحافه شعبويه احنا اليوم كنخلصوها، لانه بالصحافه كتصنع الراي العام ديال بلادك. حنا خلينا كاينه واحد الصحافه اللي عندها
مصداقيه وعندها بزاف الحلول، ولكن راه اغلب الناس ولا اغلب المنابر راه كارثه. الناس كيقلبوا غير على لوكليك، الناس كيقلبوا غير على عدد الزوار، لان كيتخلصوا عليها من يوتيوب، كيتخلصوا عليها في من جوايج اخرى. دونك راه ملي كيكونوا عندك مليون ديال الزوار في الموقع ديالك، هي كتصنع الراي ولكن كتصنعه بطريقه الغلط. وهنا المسؤولين فينا، هما اللي سميتو الجلسات اللي كنتو كديروا مع رؤساء التحرير باش كتعطيهم تصورات الدوله، اشنو بغات الدوله، اشنو بغات كل شيء. تحبس وخرجنا على البلاد. اليوم راه حنا مازال كنخرجوا على البلاد عن طريق الصحافه، خرجنا عليها. ها حنا دابا رموز الدوله الملكيه كندقدقوا بها الارض، ولا حيك قصير نشتفوا عليها، نقولوا نسبوا الملك، وهذا ما كيشهدوا عليك، ولكن دير تدوينه ينزلوا عليك. الله يخليكم المسؤولين، جبدوا واحد الفران ورانا نشوفوا المستقبل. راه حنا غاديين في الطريق الخطا، راحنا غاديين في الطريق الخطا، راه الله يحفظ، راحنا غاديين للحيط، راه المشكل راه النار غادي تنوض، راه ما غنشدوا فيها غير اللي قدينا، وراه ما غنقدوا على حتى حاجه. الله يحفظ. دونك الله يخليكم، كنتمنى رسالتي تكون وصلت. سي علوين راني ما طلقش منك ماشي كشخص، ولكن على الافعال اللي درتي. واخا يطلق منك وكيل الملك، راني غنطلع عند الوكيل العام، ما كاش وكيل العام، راني طالع عند وزير العدل. دونك الا خصني نمشي عند صاحب الجلاله نمشي عنده، ما عنديش مشكل. الله يصوب لكم، والله يصوب لنا كما كنقول ديما، وجمعه مباركه مره اخرى، والمغرب ان شاء الله غادي يكون رائع، ونبقاو ديما متفائلين، والتفاؤل هو اللي غادي يخلينا نعيشوا مزيان، وهو اللي غادي يخلينا نعطيو العطاء باش هاد البلاد تزيد لقدام. كاع الصعوبات وهادشي اللي كيدوز غادي يبقى غير سحابات وصيف ان شاء الله، وتبارك الله عليكم.